يواجه عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي شبح الغياب عن فريقه في مباراة ام بي المقرر لها 7 مساء غد على ملعب بتروسبورت في الأسبوع 29 من الدوري، وذلك بسبب الإصابة. غادر عبد الله السعيد ميران الأهلي الذي أقيم صباح أمس بسبب معاناته من آلام في وجه القدم، لم يستطع على إثرها استكمال المران. ومن المقرر أن يخضع السعيد الذي لم يجدد عقده مع الأهلي حتى الآن لفحص طبي على هامش ميران الفريق اليوم لتحديد مدى إمكانية لحاقه بلقاء الأحمر مع الفريق البترولي.